لما ربي سبحانه يحب عبده يأمر جبرائيل يقول له هذا حبيته يتكلمهم مع أهل السماء يقول لهم ربي أحب السيد هذا حبوه هم يحبوه إذا رجعوا أهل الله يعني الناس يحبوه كلهم يعرفوا من أخلص نيته لله بوأه المراتب العلى أجيال كتبت تاريخ الجزائر وصنعت نصرها فإيمان الرجال بالوطن على مر السنين انتصر والجزائر رايتها إلى عنان السماء ارتفعت مؤذنة الجزائر استقلت وسيادة الشعب استردت رغم أنوف الأعداء بسواعد الرجال الصناديد انتزعت فقوة الجزائر من ثورتها إلى اليوم استمدت فهي في قلوبنا دوماً وأبداً عنا ما غابت أدعوكم جميعاً للترحم على أرواح شهدائنا الأبرار كل شهدائنا بدءاً من 1830 مروراً بالمقاومات الشعبية وشهداء مجازر 8 ماي 1945 وصولاً إلى شهداء الثورة التحريرية المظفرة وشهداء المواجب والتفكير والتدبر ملياً في مغزى تضحياتهم لتكون عبرة لمن يعتبر وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم تحيا الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الأبرار فإن كانت محصلة نوفمبر أنه للجزائر قد حرر أبعد من ذلك وأعمق أن نعي اليوم بأن لنوفمبر على شخصية الجزائر واضح الأثر كيف لا وهو لشخصية الرجال بالإخلاص قد فطر ولعقيدة النصر في أفئدة أبناء الجزائر الأحرار الشرفاء قد فجر عقيدة الوفاء والإخلاص للوطن ليس كسائر الأعلام ولد من رحم قساوة الأيام ومرارة السنين وتشبع بدم الشهداء المخلصين لشهداء إلى الأبرار الموت قد يغيب الرجال لكن الفكرة التي بنت الشخصية وسقلتها والعقيدة التي تسطر المسيرة وتحدد معالمها ثابتة لا تتزعزع حية هي أبدا لا تفنى عقيدة الجيش الوطني الشعبي قصة ضاربة بجذورها في عمق تاريخ نضال الشعب الجزائري الأبي فإن كانت مختلف الأحداث والتطورات التي عرفتها الأمة الجزائرية قد أسهمت بشكل أو بآخر في بناء عقيدة الجيش الوطني الشعبي فإن الثورة التحريرية المباركة تبقى المحطة الأكثر بروزاً في بناء هذه العقيدة وصقلها لتترجم على أرض الواقع ما عقدت عليه قلوب الرجال وضمائرهم فإذا كانت العقيدة العسكرية تبنى على تراكمات تجارب الماضي وقناعات وأهداف الحاضر واستشراف تسارع تطورات المستقبل فإن عقيدة الجيش الوطني الشعبي اجتمعت لها كل هذه العوامل لتصل مرحلة النضج الكلي بأبعادها الشاملة إن الدفاع الوطني هو منظومة تدابير السياسية العسكرية الاجتماعية الاقتصادية القانونية وغيرها
نتخذها دولة من أجل إعداد لمواجهة أي عدوان قد يستهدف سيادتها ووحدتها الترابية وأمن سكانها ومواردها وقدراتها وإمكانياتها الاقتصادية، وكذا القضاء على أثار الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى. يجسد الدفاع الوطني من خلال سياسة الدفاع تعتبر عن جملة الخيارات والمبادئ المعتمدة من طرف الدولة، تستمد أساسا من سياستها العامة أو أمن استراتيجية أمنها الوطني. وبهذا المعنى فالدفاع الوطني هو توظيف للقدرات الشاملة للدولة مبنية أساسا على القيم، أقول قيم الروحية المعنوية للأمة والتي تحدد مجمل أعمالها الاضطراعي بالواجب المقدس إلا وهو الدفاع عن الوطن. فإذا كانت أمجاد السلف وانتصاراتهم نتوارثها جيلاً بعد جيل، فإن العقيدة العسكرية بقيمها ومبادئها وأخلاقياتها هي الأخرى تتوارثها الأجيال. وهنا يبرز جيل نوفمبر الذي واصل مسيرة بناء الجزائر المستقلة وجيشها، جيل برز كهمزة وصل حامل للقيم والمبادئ النوفمبرية الخالدة لأجيال ما بعد الاستقلال. قيد أنملة عن مبادئ التي جاء بها بيان نوفمبر، وأن الجزائر أمانة في أعناقنا بالدم والروح نفديها مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات. وحدات الجيش الوطني الشعبي التي أخذت على هاتفها كسر شوكة كل من أراد المساس بأمن وأمان أرض الشهداء الذين ضحوا بالنفس والنفيس وسقوا بدمائهم الطاهرة الزكية صرح هذا الوطن الأشم الذي هو أمانة في أعناقنا. نبل وأصالة الجيش الوطني الشعبي هي امتدادات طبيعية لنبل وأصالة الشعب الجزائري وجيش التحرير الوطني المؤمن بالجزائر المستقلة والقناعة الراسخة بأصالة ونبل الأمة الجزائرية. هي ذي العقيدة الثابتة الراسخة للجيش الوطني الشعبي الذي يركز جهوده في حفظ الاستقلال الوطني بنفس النبل والأصالة التي طبعت الجزائر والجزائريين على مر العصور. هذه بلاد محترمة دارت ثورة عند تاريخ فريد من نوعه، من يقارن معنا؟ شعب حي، شعب أصيل، شعب ما رضخش فرنسا من 1830. كان ثورات محلية وثم امتدان من هذه الثورات المحلية اللي كما نسميها لا، جاءت الثورة الكبرى المجيدة تاع 1954 وحررت الشعب الجزائري بأكمله، صبحت ثورة عامة ووحدت الشعب الجزائري رغم التضحيات، رغم البطش الاستعمار، استعمل جميع الوسائل لتحطيم هذا الشعب هذا حتى ينحيوا حتى الكيان تاعو. وركع الشعب ركع الشعب. ولأن إيمان الرجال ممن صنعوا مجد الاستقلال راسخ، كان الإصرار قوياً في نقل قيم ومآثر الأبطال. أشبال اليوم فرسان الغد القريب، شعارهم الدفاع عن الوطن. سنظل مخلصين لشهدائنا الأبرار ومشاهدين الأخيار. نحن الأشبال على عهد شهدائنا سائرون لنكل جيناً متشبعاً بالقيم الوطنية، خادم للوطن.
عربية إرث سليل جيش التحرير الوطني صانه الجيش وحفظه، واليوم مع المواطن اقتسم، فانتقلت الفكرة وتوحدت القناعات واجتمعت القيم بين شعب وجيشه بفضل صدق الرجال والحنكة وحسن التقدير وبعد النظر. جبهة داخلية تقوت وتعززت رغم الحقد والضغينة، فاليوم الجبهة الداخلية بالملايين دفاعها، شعب أصيل بأكمله جنبا إلى جنب مع جيشه دفاعا عن عرين الوطن. احنا تعهدنا باش نخدموا الدولة هذه وهذه الجمهورية بإخلاص. قوة الدولة هي في الجيش، ولكن احنا كل هالمصيبة أصابتنا تأثرت كثير فيها، في الحادثة على الطائرة، لكن بتشوف تضامن تاع الشعب صبح يضربوا به المثال في الدول، وكان صداها كبير توصل وين يقولوا ان الباب يقول لما كل عندي ولدي مات كل شيء يحتاجون ان ندخل الجيش، ما تلقاوش دول اخرى. انسان يحافظ على الوحده هذه، علاه قاعدين نجريو ليل ونهار ونرقعوا ونحسوا ونرشدوا ونوجهوا ونسهلوا مش نحافظوا البلاد. سمو عقيدة نوفمبر حية إلى اليوم هي بيننا، فمن كان ظنه بأن نوفمبر قد مضى وانقضى فلينظر إلى الشعب والجيش في كل حين توحدا، فكلاهما عند الخطوب لنوفمبر استحضر. عقيدة إذن هي ما ماتت وظلت إلى اليوم بيننا، وإن غاب صناع نوفمبر فعقيدتهم تحيا في قلوبنا. ذهب الرجل عنا بكبرياء البطل، وبقي الوطن لا يزول بقوة الإيمان بعقيدة نوفمبر على مر الزمن. وفي هذا السياق فإننا نؤكد أننا سنبقى مجندين في خدمة الوطن، ولن نتخلى عن التزاماتنا الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال، وسنظل بالمرصاد في مواجهة أعداء الوطن وكل من يحاول المساس بسيادتنا الوطنية. المجاهد الراحل الفريق أحمد قايد صالح ثابر وأصر على ضبط اتجاه بوصلة عقيدة الجيش الوطني الشعبي نحو المصلحة العليا للوطن والأمة كاختيار أبدي ووحيد أسس له بيان نوفمبر وترجمته ثورة التحرير الخالدة، وتوارثه المخلصون والأوفياء من أبناء الوطن جيلا بعد جيل استحضروه في أمهات القضايا وتجاوزوا به ومن خلاله المحن التي أصابتهم على مر السنين، فلم نضيع شعبا وجيشا تجاه الوطن، وظلت عقيدة نوفمبر الجامعة لنا والحامية لوطننا الجزائر. كلنا عزم وعهد أن نحمي وطننا ونضحي في سبيل عزته وكرامته، لأنه لا وطن لنا سواه ولا شرف لنا إلا في أحضانه. الجيش الوطني الشعبي بمختلف قواته وأسلاكه ساهر على أمن واستقرار الوطن في كل ظروف الأوقات والمناطق من أجل تنفيذ مهامنا الدستورية الموكلة بكل إخلاص وتفاني. الاتصال المباشر فكر أسس له في الجيش الوطني الشعبي فقيد الجزائر الذي نقل التجربة وغرس الإيمان وقوة الفكرة التي نضجت فأفرزت عقيدة جيش واكتملت أدركتها العقول وفهمت، فالآن عقيدة جيشنا لا أحد يستطيع خرقها أو ضربها، لأنها شيدت حصناً منيعاً وفكراً جامعاً للوحدة صانعاً ودرعاً عن الجزائر وشعبها في كل الظروف مدافعاً. و
ولأن العقيدة العسكرية للجيش الوطني الشعبي عمادها القيم والمبادئ الراسخة، جاء الاهتمام بالفرد الذي تشبع بقيم هذه العقيدة الراسخة والأصيلة، فكان الاهتمام بتكوينه على اعتبار أن الفرد المؤهل معنوياً ومادياً بإمكانه تجسيد المبادئ السامية للفكر وللعقيدة العسكرية الجزائرية. قلنا بلي راه شجاعة الجندي أو خدمته مرتبطة يعني بحسابة يعني القائد، يعني هذه ماذا به الإنسان يكون هو المثالي. هو انت هو النور تاع الجندي، لما الجندي يشوفك تعمل وتبذل كل ما في وسعك يمشي، الجزائر تخرب ليه؟ كل ما ترى كونفيونس فلو دوني امبورطونس، عطي له قيمة، تعطي له قيمة. دير احنا درناها في فيش تحرير، لما كنا مسؤول على مجاهدين لما نعيطوا نتكلموا معاه وكل ما لزم ونشوف له ونلقاه غير يخمم برك قال روحنا واش كاين، يفرح ويولي يبذل كل ما في وسعه يولي كما الصيد. أمثلة كثيرة، راكم مسؤولين، راكم عندكم مستوى محترم، مستوى اللي يسمح لكم باش تقدموا. من يكون مسؤول غدوة؟ أنتم؟ لكن يكون مسؤول يتحاسب على أعماله ويكون مخلص وربي سبحانه وتعالى من يعينه، خاطر ما كان يعينك ربي سبحانه وكان يطبقوا الناس كلهم يديروا الكل. مناهج التكوين التي تبنتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وعلى رأسها فقيد الجزائر لم تغفل الجوانب الأخلاقية لعقيدتنا المستمدة من قيم ونبل تضحية الشعب الجزائري الأبي. هذا اللي خلانا نسهروا ليل ونهار باش نكونوا جيش اقوى جيش في المنطقه للدفاع عن السياده الوطنيه وسلامه ربنا ونكونوا في عهد الشهداء. هذا الشيء اللي خلانا مصممين باش نرفع التحدي هذا، دير جيش احترافي وجيش مهاب وما نخليوكم لامانه، قوموا به. المجاهد الراحل الفريق أحمد جايد صالح بعزيمة الرجال الأطهار المخلصين فتح عدة ورشات وعلى أكثر من جبهة ليتحول هذا الجيش في ظرف قياسي من جيش غير مصنف عالمياً إلى جيش يحتل مراتب جد مشرفة. الإرادة القوية لتحديث القوات وتجهيزها بوسائل حديثة وعصرية أخذت بعين الاعتبار المهام المتعاظمة للجيش الوطني الشعبي
والتحديات التي تنتظره على أكثر من جبهة، حيث تدعمت مختلف القوات بمنظومات حديثة وتسليح متطور قادر على ضمان المهمة النبيلة في الدفاع الوطني. عندما تتوفر كافة الشروط، العقيدة القوية والتكوين النوعي والتجهيز المتطور المدروس، تتحقق كافة أطراف المعادلة، ويكون الأداء متميزاً وفعالاً، يمتلك القدرة على مجابهة الصعاب وكل التهديدات التي من شأنها المساس بأمن الجزائر وشعبها. إن في قادة النواحي، قادة القوات، قادة القطاعات، قادة الوحدات، كل واحد منا شارك وسهر باش وصلنا للجيش هذا في مكانة مرموقة. دونك لنا جيش اليوم جيش احترافي، لما نقوله جيش احترافي مجهز من كلش، سواء حتى بالحاجة اللي أكبر وأكبر، هو فكريا، تربية فكريا وأخلاقيا، هذا هم مبادئ الإنسان يزمي يلقنها الشباب، أن تكون مسؤولية لعاد خم غدوة. بفضل هذه النظرة الثاقبة والتخطيط المحكم، استطاع الجيش الوطني الشعبي ضمان استمرارية الدفاع عن أمانة الشهداء بحفظ استقلال الجزائر، حيث نجح المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح في الرفع الدائم من مستوى الوحدات والأفراد في شتى الجوانب، بما يدعم قوام المعركة. من كل التطورات التي قد تشهدها الجيوش، إلا أن التحضير القتالي المستمر والمتواصل يظل اللبنة الأساسية للرفع من القدرات القتالية. ولأن برامج التحضير القتالي السنوية اتسمت ولا تزال بالواقعية والصرامة اللازمة، فإنها اليوم بلغت مستوى الفكرة والنضج العملياتي اللازم الكفيل بتمكين الأفراد والوحدات بالمهارات والقدرة على المناورة على أعلى مستوى، حيث تبلغ هذه الوحدات مستوى التنسيق العملياتي بين القوات في أعمال قتالية مشتركة. اليوم يستطيع الفرد وتستطيع الوحدة ويستطيع التشكيل العسكري وكل القوات مجتمعة من التعامل الفعال والمركز وبالدقة اللازمة مع مختلف المواقف القتالية دفاعاً عن الجزائر وحرمة ترابها. فالجزائر أمانة غالية، باكورة نضال الشعب الجزائري وثورته المباركة، لا ينبغي التفريط في شبر واحد من أرضها. وفاءً منا لشهداء الجزائر ورجالها المخلصين، وحفظاً للقسم الغليظ الذي أداه كل واحد منا. جاهزون، أقول جاهزون، لنقدم كل غال ونفيس، وفخورون كل فخر بما حققتموه وأنجزتموه، فقد نسختم بذلك مجد الشهداء، وأكملتم توصيتهم التي أقر بها بيان نوفمبر وتعاليم ثورتنا المجيدة. حماك الله يا وطني شعبا أبيا وجيشا فتيا، والتقى علمك دوما في شمخ وفي سمو وفي علو. شوفوا اليوم كم تشوفوا الناس تكلموا بكل ارتياح بجمل محترمة ومتقيدين لا بالوطنية، هذا كنز، ودائما نقولها ونعاودها بدون تردد ولا ملل. باللي راه كي نشوف الكلام هذا نقول الجزائر في يد آمنة، الجزائر في يد آمنة بيتم المعنى.
عقيدة النصر التي غرست في قلوبنا، هي إرثنا التاريخي والحضاري الذي نعتز به، يوجهنا ويقودنا دوماً إلى نصرة الجزائر وشعبها. عقيدة نوفمبر ومن صنعوا وأسهموا في نوفمبر هي عقيدتنا التي ترسم شخصيتنا، لنكون دوماً في مستوى تضحيات سلفنا الذين حملوا أرواحهم على أكفهم